هذا ترحيب ابو يهران ابي اقوى. الله يسعدكم جميعا، اهلا وسهلا فيكم. انا في البدايات اشكر نسخه جنتل بيض الله وجههم على المواجهه، ومثل ما ذكرناها الشرسه من خلال المحتوى اللي قدموه داخل البرنامج، معطياتهم، ادائهم، مواهبهم، قوتهم، لما تفوقوا في هذه النسخه وحققوا هذه الارقام. بعد الله بيض الله وجهك ابو صالح على الجهود، والاستاذ تركي الدوسري وبقيه الطاقم اللي اجتهدوا في هذا البرنامج واللي كانت نقله لهم نوعيه تحسب لهم. الجماهير في الخلف مرة متحمسين جدا، متفاعلين، ينتظرون الأرقام والنجاحات اللي حنسمعها بعد قليل مع الأستاذ علي، سواء نجم الجمهور أو المراكز المتقدمة. أتمنى لكم التوفيق يا شباب، إن شاء الله حنكمل المسيرة بإذن الله تعالى بنسخة برنامج البزنس 2 اللي حينطلق إن شاء الله بإذن الله تعالى يوم السبت 3 ديسمبر. أبو صالح والله لا أطلع بكاميرا، 3 ديسمبر السبت طالع ان شاء الله برنامج بزنس النسخه الاولى، واليوم حتكشف لكم اسماء المتسابقين الجدد. بالتوفيق ان شاء الله استاذ علي، نسمع الارقام والفوز باذن الله تعالى. اتمنى للجميع التوفيق باذن الله، لكن نجم الجمهور اللي اوجع الناس والمركز الاول هو الرقم الصعب اللي حيحصل في هذه النسخه. بالتوفيق يا رب للجميع. حبيبي استاذ سامي، شكرا لك، شكرا لك. شكرا من القلب.